نستعد الآن ونستقبل أول المتمرين. We're welcoming now in the arena the first rider of the children cross, Razan Ahmed Sober and Idefex de la Somme. إذن نرحب الآن بأول المشاركات في هذه البطولة الدولية للأعمار السنية والمؤهلة لنهائي المجموعة السابعة. نرحب بالفارس الرزان على فعاليات البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية والبطولة الدولية للأعمار السنية والمؤهلة لنهائي المجموعة السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية سنة 2024. ونبدأ بالناشئين مع رزان أحمد صابر وإنديفيكس دولا سالم، وطبعا مع أول مانع. القصة بتدور حوار ما بين الفارس وما بين الجواد واجتياز الموانع. مهمة الفارس أنه يوصل الحصان عند نقطة الانطلاق أو حيز الانطلاق علشان يكون الحصان في سلام لما ينط المانع يعدي من غير ما يلمسه. فمهمة شقة على الفارس ومهمة أيضا صعبة على الحصان. الحصان من غير فارس ما ينفعش، والفارس من غير حصان ما ينفعش. ثنائي معا، مشوار طويل بيتم في التدريب. زي ما شايفين حضراتكم الفارس بيزبط الخطوة، بيخلي الحصان كده ككتلة واحدة علشان يوصل ويزق بجسمه ويطلع فوق المانع. مهمة الفارس مهمة كبيرة جدا، بياخد قرارات في ثواني. شوفوا هنا الحصان اتفاجئ بالمانع، ما وصلش مظبوط عند حيز الانطلاق، فكانت النتيجة امتناع بأربع نقاط جزاء. هترجع تاني لأنه ده الثنائي، لازم ترجع تاني على المانع الثنائي وعلى خطوة تكمل وتكمل بعد كده لآخر مانعين وتعدي الفارسة رزان أحمد صابر والجواد إنديفيكس دو لا سالم بأربع نقاط جزاء. الزمن 79.66، الزمن وزمن 79 ثانية 66 من مية. هذه البطولة اللي لازم الفارس يعمل بدون نقاط جزاء علشان وأقل زمن عشان يكسب. الفارسة القادمة هي الفارسة ليلي حسن والجواد جيانتا بي، من فارسات القوات المسلحة أيضا وفارسة واعدة وكسبت في بطولات الجمهورية وكأس مصر. طبعا العلاقة ما بين الحصان والفارس علاقة وتيدة جدا، الفارس بياخد وقت وبيتمرن مع حصانه وبيديله وقت. ليلي حسن جيانتا بي جمهورية مصر العربية، نتابع ونشوف أدائها مع حصانها اللي طبعا ماشي زي ما هي عايزة، هي اللي بتوجهه، هي اللي بتقوله هتروح فين وبتظبط الخطوة علشان توصل مظبوط عند حيز الانطلاق. لكن امتناع مفاجئ، مفيش مشكلة تكمل وتزنق وتعدي المانع بسلاسة وتروح للمانع اللي بعديه. اختصرت السكة ليه؟ عشان الزمن. فلف الضيق ده بقى حنكة من الفارس، قرار سريع، تاخد قرار عشان تقلل الزمن، فراحت لفة ضيق. برافو يا ليلي، وتكمل تظبط بقى هنا حصانها. بيحصل ايه؟ بتحاول ترجع مركز الثقل ناحية الأرجل الخلفية عشان دي آخر حاجة الحصان بيزق بيها المانع، بيزق جسمه عشان يطلع على المانع. فمهمة شاقة للفارس. تتخيلوا ان المجهود اللي بيبذله الفارس علشان الزمن اللي حضراتكم شايفينه ده قد ايه؟ بيساوي تلت ساعة مباراة كرة قدم. اربع نقاط جزاء و 66 ثانية و 83 من مية لليلي حسن وجيانتا بي. أداء جيد طبعا، الضغط والضغط العصبي وبطولة وبطولة دولية. طبعا الفرسان بتكتسب الخبرة مع الاحتكاك وبتتحمل هذه الضغوط. برافو عليهم.
حتى الآن أحسن نتيجة لليلي حسن وجيانتا بي. الفارس القادم أدهم محمد عبد المحسن والجواد أبردين فان بولدرزيتش. هو حاطط خطوة هادية شوي، مفروض يحط خطوة منتظمة سريعة سنة، دي بتخلي الحصان يوزن نفسه. الحصان تلت خماس وزنه على كتافه، ده حاجة طبيعية عشان ربنا خلقه يستخدم أرجله الخلفية للدفاع عن النفس ويرفس، فالوزن أكتر على الأمام. في الفروسية وقفز الصدود المهمة لازم تبقى مختلفة، الوزن يرجع على الأرجل الخلفية عشان الحصان تبقى اكتافه خفيفة ويطلع هذه الارتفاعات. فدي بتيجي من فين؟ الفارس يضغط برجليه بيستند بإيده فالحصان يدخل في بعضه، بنقول يتجمع. تخيلوا كده حضراتكم 4 نقط جزاء توقيع المانع، تخيلوا حضراتكم الحصان عبارة عن جزئين، جزء أمامي وجزء خلفي، ترسين وما بينهم الظهر، الظهر يتقوس لأعلى، الحصان يدخل في بعض فيبقى زي الطلقة زي النبلة، مهم جدا. وبأداء جيد ولطيف وظريف يعدي الفارس محمد عبد المحسن والجواد أبردين و4 نقاط جزاء و62 ثانية وفي صدارة القائمة حتى الآن لأقل زمن. الفارس القادم هو الفارس ياسين البسيوني أصغر الفرسان والجواد باونتي دو مارس. هنشوف بقى هذا الجواد مع هذا الفارس. الفارس بيبدأ يركب الحصان في سن 6.5-7، ليه؟ ده الوقت المناسب لعضلاته وتكوينه الجسمين. هتسألوني سؤال، يا ترى الفروسية بتعمل ايه للفارس؟ بتغير منه كتير جدا في شخصيته، المنطوي بيتلاقوا مقدام وبياخد قرار، ليه؟ تعالوا نتابع. بياخد قرار هنا يظبط، شوفوا فين هيطلع وهيوصل ازاي وحاسس بحصانه وبياخد قرار. فطبعا الولاد بتتغير شخصيتها، بيلاقي نفسه بيطلع قراراته. طبعا في هذا الصرح العظيم اللي معمول في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة مصر للألعاب الأولمبية واللي فيها تجهيزات على أعلى مستوى، الأسبوع الماضي كان في كأس العالم مقام في السعودية، نهائي كأس العالم للقفز الصدود، ولكن بهذا المكان مصر تنافس بقوة على استضافة الأولمبياد إن شاء الله في القريب العاجل. أربع نقاط جزاء و54 ثانية و14% من الثانية وفي المركز الأول حتى الآن أقل زمن. 4 نقاط جزاء. النهاردة اليوم الأول، فاليوم الأول الخيول بتبقى لسه بتبص للأرض وبتبص للسدود. أدي مصمم المباراة الفرنسي ميشيل سمعلون، ده مصمم المباراة هو اللي بيحط خط السير. نروح لحسن هشام فرج والجواد لنان. حسن من الفرسان الواعدين وبدأ يمارس الفروسية منذ الصغر وارتبط بقى، ارتبط مش هو وحده، هو وأسرته والده ووالدته والأسرة كلها. الفروسية دائما رياضة بتجتذب الأسرة معا، عشان كده بشجع لو أي حد عايز هذه الرياضة يروح ويدور ويشوف فين، هتكتسبوا خبرة كبيرة جدا وهتكتسبوا ترابط أسري قوي جدا. الفروسية من 7 ل77 سنة محدش يقول راحت علي. متابعين مع حسن بيقرب للمانع علشان يوصل مظبوط وبيضغط برجليه، وطبعا اختصر السك لف دوران ضيق باين على الشاشة علشان يروح للمانع رقم 6، و طبعا بيفكر بقى في بدون نقاط جزاء. وحصانه هنا، حصانه هو اللي ايه قال له انا اللي هساعدك. دي اوقات بقى الحصان اللي عنده خبرة بيساعد الفارس، واوقات برضو الفارس يساعد الحصان، عشان كده علاقة قوية جدا معه. برافو يا حسن،
طبعا الجمهور كمان بقى سخن وبدأ يشجع، والآخر مانع ويعدي حسن فرج بدون نقاط جزاء وزمن 57-25 57 ثانية و25% وفي المقدمة حسن فرج وحسن هشام فرج والجواد لنان. برافو يا حسن. بصوا بقى تعبيرات الفارسة القادمة. رازان أحمد صابر والجواد زار، مارجو تيار. الفارسة شايفين بقى الضغط اللي عليها وتركيزها. الحصان بيركز والفارس بيركز. هتقولوا لي بعرف منين الحصان بيركز؟ بصوا على ودانه، هتلاقوا الودان بتتجه للأمام، يعني بينظر زي النضارة المعظمة كده، عينين الاتنين بتروح ناحية المانع. بصوا بيركز، والفارس كمان بيديله الأمر، بيقول له خليك معايا أنا اللي هوصله. بتسند علشان الحصان توازنه ما يروحش على كتافه. كل ما الحصان زادت سرعته كل ما نزل على كتافه ويبقى صعب تظبيطه، فبيحتاج شغل وتدريب وليونة، عضلات تبقى لينة جدا. على المانع رقم 6، وحتى الآن أحسن زمن هو 57-25 لحسن هشام فرج. يا ترى بقى يا رزان هتحقق زمن أقل من 57-25؟ يلا يا رزان، وآخر مانعين وتكمل وتعدي رزان بدون نقاط جزاء و 62-68 62-68 تجعلها في المركز الثاني. رزان 62-68 بدون نقاط جزاء، وحسن في المقدمة ب 57 ثانية و25 من 100. المنافسة بتشتد، ومحتاجة بقى الحنكة والخطة اللي حاططها المدرب مع الفارس بتاعه. في الميدان الآن ليلي حسن والجواد كادوكي. ليلي بحصانها الثاني والجواد كادوكي. الفارس ليه الحق انه يشترك باكتر من حصان من ابطال مصر. ونشوف بقى ليلي حسن وكادوكي، واحسن زمن هو 57 ثانية و25 من 100. بتتحرك علشان تكتسب زمن اقل وسرعة أعلى، وواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ست خطوات توصل للمانع اللي بعديه، تلف ضيق على طول. شوفوا بقى مختصرة السكة، علشان هنا بقى يا سلام عليك يا ليلي، لف ضيق وعملت السد بزاوية علشان تقلل زمنها. هل بقى تحطم ليلي 57 ثانية و25 من 100؟ يتبقى ثلاث سدود، الثنائي وسدين. وليلي الثنائي واخر سدين تزبط الخطوه، واخر مانع وليلي حسن وكادوكي و50 ثانيه 30 من 100. واداء قوي ورائع لليلي حسن، 50 ثانيه و30 من 100. وفي مقدمة 50-30 بدون نقاط جزاء في المقدمة، أداء رائع وقوي وأسرع زمن لليلي حسن وكادوكي. بصوا تعبيرات ليلي، التركيز، شايفة فين الحصان هيوصل بخطوته، هي دي اللي بنقول عليها عين الفارس. الفارس بيتمرن علشان يوصل مظبوط للمانع، وبتزنق بالكعب عشان الحصان يطلع لأعلى. وأداء قوي
وتعدي المانع. شوفوا بقى الفارس بيعمل ايه. الفارس بيوصل عند المانع وبيقوم من فوق ظهر الحصان عشان يبقى عضلة الظهر حر والحصان يطلع ويلف ويعدي ويؤدي. لو الفارس قاعد على ظهر الحصان هتبقى الآن السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.